نبدأ سريعا بتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي اللي كلنا تابعنا امبارح زيارة ولي العهد السعودي لمصر واتفاقية تشجيع وحماية للاستثمارات المتبادلة ما بين البلدين. عايزة تفسير شرح. شوفي، على المستوى الاستراتيجي وعلى مدار تاريخ الدولتين، العلاقه فيما بين الجانبين سواء كان على مستوى الرئاسه في مصر والملك او حتى ولي اسمه ولي العهد، علاقات طيبه للغايه. العلاقه فيما بين الشعبين هي علاقه اخوه لن يفارقها اي شيء. صحيح. يمكن في بعض الفترات ما كانش في تقارب او تطابق في بعض الملفات، وده امر منطقي وطبيعي وعلينا ان احنا نتقبل ده. صحيح. لكن دوما بنتحدث في فكره انه مصر والسعوديه اللي ما بينهم مش علاقه نديه او تنافس، اللي ما بينهم علاقه تكامل. صحيح. وخاصه في الظروف الصعبه اللي بتمر بيها المنطقه نحتاج لمزيد من التكامل، وخاصه فيما يتعلق بالشان الاقتصادي، لان احنا الحقيقه محتاجين احنا نعتمد على قدراتنا الذاتيه. كويس. وحجم العلاقات الاقتصاديه الحقيقه خلال السنوات المعدوده الماضيه ايضا بتشهد تطور هام للغايه. خلينا نشير انه اخر 5 سنين حجم التبادل التجاري تقريبا في المتوسط 10 مليار دولار. العام الماضي 2023 12 مليار دولار. كويس. 6 شهور الاولى من العام الحالي 8 مليار دولار، يعني ممكن انه يكون في ايضا معدلات للنمو. حجم الاستثمارات السعوديه في مصر 26 مليار دولار، مرشحه لمزيد من الارتفاع بقوه. حجم الاستثمار المصري في السعوديه 4 مليار دولار، مرشحه لمزيد. المجلس ده هيساهم في ايه بقى طالما ده الوضع الحالي مع وجود المجلس؟ مؤكد مش بس تكوين المجلس، لكن كمان ما تم التوقيع عليه بالامس من اتفاقيه لحمايه الاستثمارات المتبادله. دي الحقيقه مساله مهمه جدا، انه بتعطي مزيد من الامان للمجتمع العمال من كلا الجانبين، انه مزيد من الاستثمار سوف يحاط بمزيد من الامان ومزيد من المسانده، والمستثمر عايز الامان بالتاكيد. ويمكن الحقيقه خلال السنوات المعدوده الماضيه رجال الاعمال المصريين بداوا يلمسوا انه المملكه فيها فرص استثمار جيده. صح. ويمكن ايضا الحكومه السعوديه بتلمس انه مجتمع العمال المصري اصبح بيشكل عنصر هام لاي دوله. خلينا شيء انه السعوديه على وجه الخصوص وعدد من الدول العربيه والافريقيه على وجه عام بدات تختار شركات مصريه بالاسم. عايزين الشركات دي تيجي عندنا وتشتغل وتستثمر، وده الحقيقه امر طيب بالنسبه لمصر. كويس. انه يكون لديها اذرع استثماريه موجوده في العديد من الدول، لانه ده الحقيقه بيمثل جسر لمزيد من التقارب فيما بين مصر والسعوديه. فالحقيقه العلاقات الاقتصاديه مش بس انها قويه، لكن مرشحه ايضا خلال الفتره القادمه لمزيد من التدعيم. ولما يبقى في مجلس اعلى برئاسه فخامه الرئيس واسمه ولي العهد، بالتاكيد ده هيعطي مزيد من التدعيم. صحيح.